الدكتور الدكتور مبارك، وكذلك الدكتور عمر والدكتور أمنية، والشكر كذلك موصول لكم كطلاب كلية الطب. لأن صراحة يعني إحنا صح أنتم تشوفون مثلا التدريسي أو المعيد أو اللي يلقي لكم محاضرة حاضرة ممكن يسوي فضل عليكم، بس بالواقع أنتم دائما أصحاب الفضل علينا. وهذه طبعا مو جديدة، هي دائما طلاب كلية الطب دائما كانوا ملهمين بالنسبة لأساتذتهم والمعيدين اللي وياهم. وأبسط مثال بالنسبة لنا إذا نرجع مثلا دكتور أكلاند، يعني تصور كليتكم قريتوا على الأناتومي على الفيديوهات الشرح مالته. من نرجع عليه دكتور أكلاند بالبداية، الفكرة الأساسية اللي خلته يأسس تقريبا أهم فيديوهات بالأناتومي هي شنية؟ هي طالبة طبية كانت عندها مشكلة بالأناتومي اسمها سوزان بقتها. فيعني من شافت الشرح مالته على فيديوهات معينة قالت له ناو اي جيت ات، يعني انا هسه انا حصلت هاي المعلومه، هسه انا فهمت الاناتومي. فبالتالي كانت هاي بدايه سلسله فيديوهات بالاناتومي، هي مرجع يمكن منها الى نهايه العالم تبقى هي مرجع بالاناتومي. فبالتالي نفس الشيء انتم كطلاب كليه الطب بالنسبه لنا انتم مصدر الهام، بالنسبه لنا انتم مصدر تخلونا هواي شغلات نبديها. حتى احنا مثلا اول ما بدينا ببرنامج اي يو بي بي اللي هو ايركس يو اس ام ال اي بريبريشن بروجرام، اول ما بدينا به هي كان شنو الفكره به؟ الفكره كان طلاب كليه الطب دائما اتذكر ب 2018 يجون يسالون انه شلون نقرا يو اس ام ال اي، شلون نحضر. فبالتالي كان الموضوع انه اقعد اجاوب واحد 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 واحد، يعني موضوع كلش تايم كونسيومنج. فبالتالي ارتينا ليتر اون انه اسس بروجرام، اسوي جروب، نشرح محاضرات، وبالاخير طلعنا بسلسله محاضرات تقريبا 400 ساعه شرح. فبالتالي هاي بس كبدايه حتى نقول انتم طلاب كليه الطب دائما انتم مصدر الهام بالنسبه لنا، وانتم اصحاب فضل علينا قبل ما نكون احنا اصحاب فضل عليكم. اوكي، طبعا خلينا نبدا المحاضره مالتنا او الميتنج مالتنا بطريقه ثانيه، وهي انه خلينا نشوف اكو فيديو اريد نعرضه حتى بعدها نتكلم عن الطب بصوره عامه، عن التفاصيل اللي نريد نحكيها. فبلا زحمه دكتور مبارك، الفيديو رقم واحد خلينا نشوفه. طبعا بدايه طبيب او حنتكلم عن الجزء اللي يخص محاضرتنا اليوم اللي هي الطب ينتقل من مرحله هو دائما الكل يباوع عليه انه هو احسن واحد بالمكان، الى شيء مرور الوقت يحس نفسه داخل منافسه بين عدد كبير بين الاطباء. اوكي، كليه الطب كلش صعب، وهذا الشيء اتصور كلنا متفقين على هذا الشيء، كلش تايم كونسيومينج. بس بنفس الوقت هي مو الاساس مالتها. يعني شنو؟ يعني انا مثلا انت مو الاساس انه تطلع باول على كليه الطب، ولا الاساس انه انت تطلع تاخذ كل امتياز بكل ماده وبكل محاضره، ابدا مو هذا التارجت مالتك. التارجت مالتك انت كليه الطب كلها انه تخرج انت كسيف دكتور حتى تعبر للمكان اللي تريده. يعني شنو مثلا؟ يعني مثلا طبيب يريد يروح جنرال سيرجري، اوكي؟ فبالتالي ممكن معدل 65 67 68 كلش كافي، اوكي؟ يحقق هذا المكان اللي يريده. فبالتالي يجي هنا انا ببالي انه اكون جود دكتور سيف دكتور واوصل التارجت مالتي. ابدا مو الهدف انه تطلع اول دائما، ولا الاهداف. فبالتالي انت اول ما انه انا موصلي انه امشي باتجاه سيرجري، بس بمرور الوقت صار هسه اكو مشكله لو طب انه تبدي تخلي على هالاساس هدفك انت من كليه الطب، انه انا اتخرج كسيف دكتور وبالي شيء اوصل له. انت ابدا لا تخلي ببالك انه انا لازم اطلع اول، انه انا لازم اكون افضل واحد، ابدا مو هذا التارجت مالتك. ولان هذا الشيء ده نشوف انه كل شيء يشتت الطلاب، وبنفس الوقت ما يخلوهم دائما هاي الروح مالتهم. يعني تحس انه هو مثلا كان بالاعداديه دائما متفوق، اوكي، وراها دخل كليه الطب صار لا ابالي، فقد هوايه من الشغلات اللي هو كان كلش مميز بيها. فاذا اول نقطه اريد نتكلم بها انه انت خلص انه انا التارجت مالتي مو اكون اول، التارجت مالتي اوصل التارجت اللي اريده، نقطه راس السطر. هاي النقطه لازم تخلوها ببالكم. النقطه الثانيه اللي اريد دائما احكي بيها، احنا عاده انت شنو الهدف من تتخرج كطبيب؟ اكو هوايه اهداف، اوكي؟ وابدا انا ما انكر على اي واحد يحط اي هدف معين وما اعتبره غلط. يعني مثلا اذا اجي على طالب كليه الطب واقول له ليش دخلت كليه الطب؟ وقال انه لان بسبب مكانه اجتماعيه واني على مثلا كليه بعدنا بالعراق وهيك، ما اقول هذا الشيء غلط. لو اجي على طبيب ثاني واقول له انت ليش دخلت كليه الطب مثلا؟ وقال انا دخلت بسبب مادي ممكن لان اكو تعيين وهيك فادخل كليه الطب، ما اقول له هذا الشيء غلط. كل هاي الاشياء ما اقولها وممكن تكون هي جزء من التارجت مالتنا كلنا، لكن الاساس اللي راح تشوفه بمرور انت دخلت كليه الطب حتى شنو؟ حتى تبدي تغير بحياته وايز. بليف مي، من الداون بالمستشفى راح تبدون تحسون بال 50% ووضعيته كلش تعبانه. من تبدي انت تدخل تبدي ويا علاجات، تدخل تدخل عمليات تنظيف جرح، عمليات ترقيع، الى حد ما يطلع المريض يمشي وكل شيء ما بيه،
راح تحس انه هذا بالنهايه الانتصار مالتك الحقيقي هو الانتصار اللي تشوفه بعيون مريضك، الانتصار اللي تشوفه بعيون الانسان اللي يجيك تعبان. لان بالنهايه دائما خلوا ببالكم المريض لا يتعامل 5 كيسات او والله اليوم ماتوا عندي مريضين، نتعامل ويا الموضوع ان المريض بالنسبه لك مجرد رقم. بالواقع هذا المريض اللي تشوفه هو يمثل عالم كامل، الاهله، هذا يجوز عنده زوجه تعتبره هو الدنيا كلها، عند اطفال يعتبروا الدنيا كلها، عند ام، عند اب، عند اخوه، اوكي؟ فبالتالي دائما خلوا ببالكم من تشوفون بيشنت تعاملوا وياه هذا كانه هو شخص يعتبر العالم كله الاشخاص هوايه اخرين، وهذا التارجت انتم من كليه الطب، انه انت بالنهايه تحسن الكواليتي اوف لايف مال بيشنت، يجيك بيشنت محروق من سيد، انت تطلعه تمام، يجيك بيشنت عنده نيرف انجري ما يقدر يحرك ايده، انت تسوي نفس القصة، يجيك بيشنت عنده أمراض معينة تقعد تعالجه. فإذا أنت التارجت الأساسي مالتك والهدف الأساسي مالتك اللي تخليك بالك كطبيب إنه أنت تبدي تغير الكواليتي أوف لايف مع البيشنت. وأبدا هذا كلام مو مثالي، إنه هذا الواقع اللي إحنا المفروض كلنا نخليه ببالنا بكلية الطب، إنه أنا أجي أدخل كلية الطب حتى أعرف الفرق، أحصل هذا الفرق الأشياء الثانوية اللي تحصلها. أنت بالنهاية يجيك راتب، أنت الطلاب الطبية، الطلاب الطبية هم ضحية السيستم بمشاكل هواية، طبعا هواية مشاكل، اوكي؟ فبالتالي الطبية احنا نضيع محاضرات وكلام تنظيم محاضرات طولاتها، بالواقع الطبية مو الوقت يصير بس مجرد اني التارجت مال دراسة بالكلية، فيصير عنده هنا ايرور انه اني ايش درست بالكلية، ايش داعي اشوف بالمستشفى والسيستم ديسربتد هنا بالكلية وبالمستشفى، فيبدي يضيع طالب الطبية. فاذا انت بالنهايه بعدك مرحله اولى ثانيه ثالثه، انت بعدك ماده خام، اوكي؟ تقدر تاسس حياتك بالطريقه اللي تريدها. فاذا خلي ببالي انه انا بدي ادرس طب، اوكي، كل اهداف الثانويه ما اقول غلط، كلها مطلوبه وكلها مهمه، اوكي، بس انت تدرس طبيه بالاساس حتى تبدي تغير هوايه حياه ناس، حتى يجيك مريض صار له ايام واشهر يعاني من شيء معين هاي حياته، بين مثلا هسه مثلا كمرحله ثانيه بورد. من اجي ادخل عمليه واطلع واجي ورا العمليه افتح مثلا الضماد ورا يومين ثلاثه مثلا عمليه ترقيق اجي ورا 3 ايام، احنا مثلا اكو مريض اشتغلناه يوم الاربعاء عمليه، في اليوم الصبح سوينا له ترقيق، اجي بدي افتح الضماد، بالنسبه لي شعور كلش حلو من اجي افتح الضماد واشوف الترقيق الامور ماشيه والمريض زينه وكلش تمام والعمليه ناجحه، مو بس المريض انا اغير حياته، بالواقع هذا بيرجع لي انه انا ينطيني ثقه بنفسي، ينطيني اضافه لهذا الشعور انه انا بالسعاده انه انا دا اصير بروجريشن بحياتي، وبنفس الوقت انا دا اغير هوايه حياه ناس. فبالواقع انت التاثير مالتك على المريض مالتك هو تاثير دا يرجع على المريض وهو بنفس الواقع دا يرجع عليه، اوكي؟ فاذا خلوا ببالكم هاي النقطه، انت ما تدرس طبيه حتى تدرس فقط، احنا دائما انتم تضيعون بهاي النقطه بزحمه المحاضرات والسيشنات وهيشي، تضيعون بين انه انت تدرس حتى تنجح، لا، انت تدرس حتى تطلع اول، لا، وانا طبعا اقول لكم هذا الكلام وانا متخرج اول على الكليه، اوكي؟ بس دا اقول لكم اياه انه مو هذا التارجت مالتك، تدرس حتى تكون طبيب ناجح، حتى هاي النقطه كلش مهمه، اوكي؟ وراح نرجعها، راح نرجعها انه علاقتك كطبيب ويا المرضى بعدين راح نحكي عنها بالتفاصيل، اوكي؟ وانه ايش قد تفرق هاي ويا المرضى. طبعا انا حكيت عن هاي البوينت اللي دائما ارد اتطرق لها، المشاكل داخل كليه الطب. اكو مشكله ثانيه طبعا، احنا عرفنا المفروض نحدد التارجت مالتنا واعرف اني ليش دا ادرس. تجيني مشكله انه اني طلاب كليه الطب اشوفه بالاول يقول لك انا ارد اطلع اصير مثلا مجدي يعقوب، اوكي؟ كلش فاين. اشوفه بالثاني يقول لك لا انا اريد مثلا اطلع من الاوائل، اوكي. اشوفه بالرابع يقول لك بس اريد اتخرج. اشوفه ورا بعدين يقول لك بس اريد ابقى بالبورد، قبل البورد يقول لك انا بالنسبه لي حتى تورطت اريد ابقى بس ممارس وهكذا. تشوف انه بمرور الوقت نتيجه للسيستم اللي يشوفوه بالكليات، نتيجه لواقعنا احنا بالعراق بصوره عامه، تشوف الكل يعني هو بصوره عامه صراحه واقعنا محبط نوعا ما. بس انت لازم تبدي تاسس خلص حياه خاصه بك، انا دائما احكي هاي الحكايه، انت لازم تعيش ببابل خاص بك، انه انت عندك حياتك الخاصه، عندك السيستم الخاص، دائما الانفايرمنت مالتك تخلقها انت، ما تعتمد على الانفايرمنت اللي حولك، بحيث تبقى انت هذا الاكتف هذا الشروف، لان احنا بالنهايه مشكلتنا انه احنا بمرور الوقت نتيجه يوميه امتحان، يوميه انت ما تجاوب بالامتحان، يوميه يجي دكتور يسمعك كلام ما حلو، يجي انت تدخل للكليه يجي واحد مثلا ما
احترامنا لكل وظائفه، بس مثلا واحد يمكن ما يكمل حتى ثالث متوسط يجي يحاسبك على اللبس اللابسه، واحد يمكن ما يكمل ثالث متوسط يجي يقول لك انت ليش طالب بنانه، يجي ناس يعني مشكلتنا احنا السيستم مال الكليات كلش بيخلق اطباء اي عادي طبعا هالفتره ما داعي لواحد اقرا، فلكم شلون تشتغلون حتى ارجع لواحد اقرا. صراحه هذا الموقف كلش حلو انه انت واحده من الشغلات اللي تقعد تستعيد بها شغفك، انه تحط الهدف البعيد مالتك وتشوفه قدامك. يعني انت شنو مثلا انت ببالك اصير مثلا بلاستيك سيرجن، اوكي اجي اروح مثلا اتليست جزء ما يتوفر لي قدامي بلاستيك سيرجن، اجي اطلع على اليوتيوب مثلا انه اشوف بلاستيك سيرجن معين واشوف اخلي هذا الهدف مالتي، واجي كل فتره اباوع علي اشوفه وين بيوصل، ايش يسوي عمليات، لان بالنهايه هذا التارجت البعيد اللي تخليه خلال 10 خلال 12 سنه. قصدت اليوم نشرت يمكن فيديو على او ستوري على انستغرام انه على التارجت تخليه بالي ورا 12 سنه، اوكي؟ تخليه كل فتره ترجع الهن فتقول ايه بعدك ما وصلت، وبنفس الوقت تقعد تجدد. فانتم كطلاب كليه الطب من هسه حاولوا مثلا شوف شنو التارجت مالتك، شنو الشغف مالتك، انه انا اصير مثلا فيزيشن، اصير بلاستيك سيرجن، اصير جنرال سيرجن، اروح على المستشفى واروح على استشاريه كذا اختصاص، اشوف هذا الطبيب، اروح اسال عن العمليات، ما لقيت هذا الشيء، هذا الشيء ما يتوفر حولي، اطلع على اليوتيوب، اطلع اونلاين. لازم تخلق عندك القدوه والشخص اللي دائما يجدد بيك الشغف. شكرا. طبعا اعتقد اكو خلل يعني كلش قوي بالاشاره ويا دكتور عمر، يعني للاسف تمنينا انه تكون شارت اقوى. راح نحول اللقاء يعني حاليا مناقشه ويا دكتوره امنيه مديره التعليم الطبي في جامعه بغداد، ان شاء الله يعني همت فيكم في بعض الامور الطبيه. دكتوره امنيه سمعيني؟ نعم اهلا وسهلا بك دكتور. ايوه ان شاء الله. شلونكم دكتوره؟ الحمد لله تمام ان شاء الله، انتم تكونون بخير. الله يخليك دكتوره. احنا يعني تعرفين اشاره ضعيفه، فراح نحول على الفيلد مال الميديكال ادكيشن باعتبار هو اختصاصنا. Best thing to talk about. Bless you, Dr. Omnia. So, and like, I just want you to give like such a short introduction for the students about the medical education, like what you do, what are the objects in this field. It's kind of like a discussion, like. Oh, okay, tamam. Just to make sure that my camera is moving because I want to. Yeah, yes, exactly. Cool. I want to interact with you. اوكي سو اهلا وسهلا جميعا. طبعا انا احب احكي بالعربي لان الميديكال ادكيشن اصلا هو فد فيلد صعب والمصطلحات مالته صعبه، وحتى نحببها للطلاب وللبقيه يفضل انه احنا هيك نحكيها بالعربي على مود نخلي الكل موتيفيتد تو جوين اس. طبعا انا بس راح احكي لكم ان بريف القصه مالتي ويا التعليم الطبي. انا همك انا طالبه مثلكم، وبدأ مالتي الشغف بالتعليم الطبي من أني كنت بالمرحلة الثالثة. وصراحة أنا أعتقد أنه أنا بديت متأخرة. المفروض أنتوا هسه أنا ما أعرف إيش كنت ويانا الطلاب هسه من أي مراحل، بس أتمنى لو أنتوا from day one تبدون الشغف مالتكم بالتعليم الطبي وتاخذون على عاتقكم مهنة التغيير، لأنه صدقوني راح تصير حياتكم ما قبل التعليم الطبي وحياتكم ما بعد التعليم الطبي، يعني فيلد تماما راح يغير من حياتكم ومن تفكيركم. بدت شلون إنه إحنا بطب بغداد كانت عندنا محاضرات اسمها medical education. فأنتوا تعرفون إنه واحد يدخل محاضرة شو يتوقع؟ يتوقع ناخذ تشريح، ناخذ فسلجة، ناخذ أنسجة، هذه الأشياء. ما تيجي تاخذ تعلم الكبار، ما تيجي تاخذ شلون تنحط الاسئله مال الامتحان، ما تيجي تاخذ شلون تنظم وقتك. فهالاشياء كانت كلش غريبه علينا من احنا اول ما دخلنا الكليه. طبعا اخذنا اول محاضره هي كانت على الاندراجوجي، مثل ما قلت لكم تعلم الكبار، شلون الكبار يتعلمون وشلون احنا نختلف يعني تعلمنا عن اللي تعودنا عليه بالمدارس، وشلون احنا لازم نطور نفسنا حتى نتعلم بالطريقه الصحيحه. طبعا اول ما خلصت المحاضره رحت اكو كانت ريسورسز بالاخير، رحت كلها سويت لها جوجلينج ونزلتها، لان يعني شنو تعلم كبار، شنو ريفلكشن، شنو فيدباك، اول مره اسمع عن هذه الامور. فكلها رحت طلعتها وبديت اشوف فيديوهات وبديت اسال، طلع اكو عالم ثاني اسمه عالم التعليم الطبي، وطلع انه هذا العالم موجود من قبل، من سنه الثمانينات، من فتره الثمانينات بدا التغيير مال التعليم الطبي، واحنا متخلفين عن العالم ب 40 سنه.
فيعني تخيلوا الصدمة أنه أنا عبالي طريقة التعلم مالتنا صحيحة وطريقة الدراسة مالتنا صحيحة، واكتشفت أنه كوم أكو أشياء بعد أكثر لهذا الشيء. بعدها مثل ما قال دكتور عمر حران، thank you so much، انتقلت إلى بحوث بالتعليم الطبي، انتقل إلى تعاون مع وحدة التعليم الطبي في طب بغداد، وانتقلت إلى أنه بدينا نشتغل مع الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا. والحمد لله والشكر هذا نتج عن الشغل مع مجلس الاعتماد لكليات الطب، نتج عن أيضا مشاركة الكليات في عملية تغيير المناهج. زين هسه احنا راح نفتح باب النقاش، انت كطالب شنو تقدر تسوي حتى تغير من التعليم ومستوى التعليم في كليتك؟ ما نريد نقول هسه بالعراق، خلينا نقول في كليتك. فخليني اسمع من عندكم kindly if you can raise hand، شنو انتم تعرفون ممكن يسوي الطالب؟ هسه انا اعطيتكم دي بريفينج شلون انا بديت بالفيلد، اريد اعرف انتم كطلاب شنو ببالكم ممكن واحد يقدر يسوي للتعليم الطبي في كليته. أنتوا هسه موجود يمكم دكتور عمر اللي هو مسؤول الوحدة مالتكم، سو دكتور عمر لا تغششهم، خلينا نشوفهم وش يفكرون. حياة الله دكتور. لا أكيد أكيد. أي دكتور علي جميل. يس دكتور علي بليز جو هيد. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أشوف صراحة من أفضل الأمور اللي ممكن إحنا نطورها تطوير التعليم الطبي اللي هو تثبيت المصادر. احنا عندنا مشكلة انه ان الملازم مالتنا كلش لها نواقص بشتى الامور، يعني بالخاص احنا الاول 3 سنين البيسك كلش ضعيف عندنا مقارنة، يعني مثلا من رحت دراسة على اليو اس ام اي او شفت المصادر مالتهم يعني نقطة بحر، فانا اشوف هاي نقطة كلش متأخرين احنا بيها. شكرا. شكرا جزيلا دكتور علي، عاشت ايديكم. اذا دكتور علي شو يقول لنا؟ يقول انه احنا لازم يصير عندنا بلو برينتينج. أنا راح شنو أترجم لكم إياها إلى مصطلحات التعليم الطبي، إنه إحنا لازم تنحط خطة كاملة للكورس وخطة كاملة للمنهج، بحيث إنه الطلاب يعرفون على الريسورسز اللي راح يتبعوها، وتكون هذه الريسورسز أكريديتد والكل يعني معتمدة والكل يعرفها، بحيث ما يجي الطالب ينصدم بالأيام الأخيرة للامتحان، وأيضا ما ينصدم من يريد يروح يعادل شهادة أو يقعد بمؤتمر ويما أطباء من غير كليات أو من غير دول وينصدم بالمفارق ما بين المستوى العلمي بيناتهم. زين نسمع بعد من دكتور أو دكتورة أخرى. يلا يا شباب خلينا نشوف مواهبكم. يس دكتور، دكتور محمد. دكتور محمد سلطان. يس دكتور محمد سلطان، you are raising your hand, so if you can unmute yourself and speak. ألو السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام، أهلا وسهلا. الله يحفظكم دكتورة. النقطة اللي أريد أضيفها إن شاء الله للكلام إنه الموضوع إنه أكو بعض الدكاترة، وهي يعني إحنا لمسناها وممكن أغلب الطلاب لامسيها وحتى أنتم جنابكم، يعني أكو بعض الدكاترة يعني ما عندهم، هم يعني مع احترامي إلى جميع الدكاترة، المادة مالتهم فاهميها وضابطيها، لكن قابليتهم على توصيل المادة للطلاب تختلف، أو خلينا نقول بيها يعني إنه something wrong يعني. فهم ممكن ليش اللي قبل إنه يمارسون هاي الإدوكيشن يعني هاي المهنة بشكل صحيح. دائما إحنا نقول إن قابلية التعليم تختلف عن قابلية التعلم، وهذا الشيء يعني ثابت. يعني هو ممكن دكتور يعني مسيطر على المادة مالته، لكن يعني توصيله للمادة وشرحها خلينا نقول مو بشكل صحيح يعني، وما تفتهم أغلب الطلاب، وهذا الجزء مارين به يعني. عاشت إيديك، عاشت الروج نمشي عليه بنخلي الشخص هو اللي قبل إنه يمارس هذه المهنة. إذن thank you so much دكتور محمد. إذن يا شباب دكتور محمد دا يقول إنه إحنا دنشوف نريد تشينج بطريقة توصيل المعلومة، وصحيح إحنا يمكن اللي متابع الأبديت هسه اللي دا يصير الرول مال التيتشر دا يتغير. المعلم هو ليس فقط يعطيني المحاضرات، زين المعلم هسه دا يصير ليدر ودا يصير ريسيرشر ودا يصير أيضا رول موديل، دا يصير كوريكولم ديزاينر، دا يصير كورس ديزاينر، فالوضع كله هذا يختلف، هذا كله لازم يسويها فلفلمنت المعلم، فلازم يصير أكو كونتينيوس ديفلوبمنت لهم. ثانك يو سو ماتش دكتور محمد. دكتور عمر الحران. يس دكتورة طبعا شكرا جزيلا على إثرائك لنا بهذا الجانب.
أكفت شغلة إنه الطلاب دائما جنبوها أو مو واعين عليها يعني كلش، مثل not very aware. أنا هاي الحالة مرت بيها سابقا. من نجي نتعلم فد مادة معينة أكفت شيء يسمونه Bloom's Taxonomy، أكيد متأكد أغلبهم ما سامعين في هذا الاسم. طبعا هذا اسم عالم سايكولوجي اخترع في طريقة معينة للدراسة، فتتكون من 6 مستويات. قال انه اذا شخص يريد يتعلم في موضوع معين لازم يعرف شلون يدرس او يعرف شلون يقرا، هو على اي اساس راح يتم اختباره؟ هل راح يختبر على اساس النولج اللي حصلها من الكلية مثلا كمثال، او على الفهم مالته الاندرستاندينج، او على الابلكيشن؟ سوى تصنيف من lower thinking skills higher order of thinking skills. يعني اكو مستويات عندنا ما يحتاج عندنا هواي نفكر، مثلا من اجيان عندي تعريف وحفظه، فهذا التعريف صراحه ما يطلب من عندي تفكير، ومثل اذا اجي احل مساله فش قال عندي 6 مستويات للتفكير، اللي هي knowledge، والدور يجي بعدها understanding او comprehension اللي هو الفهم، والدور يجي بعدها application، وبعدها يجي الاناليسيس، وبعدها تجي خطوه السينثيسيس، وكذلك الايفالويشن. طبعا ارحب بالسيد، انا عفوا ارحب بالسيد معاون عميد كليه الدكتور اديب الازبكي لحضوره معانا. اهلا وسهلا دكتور اديب، نورتنا. نعم، الطالب اللي يفهم اي اساس راح يتم اختباره، وبنفس الوقت اذا فهم انه شلون لازم يقرا، لازم يعرف how to learn how to study، فهم ذن الخطوتين انا متاكد راح يحصل اعلى درجه بالامتحان. والامر الثاني راح يحصل على مستوى عميق من الفهم للماده اللي يتعامل وياها، باعتبار هو عرف عنده تعريف شلون يقرا او شلون راح يختبروا به، شنو الماده اللي يحتاج يفهمها، في وقت يحتاج يسوي لها ابلكيشن. انا صراحه يعني انصحهم او انصح الطلاب انه يرجعون لبلومز تاكسونومي، عن هذا التصنيف جدا هذا العالم عام 1956، ومو فعل واحد، مو شخص واحد هو قاعد واخترع هذا الشيء، لا، مجموعة علماء بأمريكا بهم 30 واحد قعدوا ودرسوا الموضوع ورادوا يخرجون فت آلية معينة من خلالها يسهلون معلومة وصول المعلومة، أو يحلون آلية دراسة أو آلية الفهم للمواضيع المعينة. طبعا صار لفت ريفيجن بالعام 2001 أو 2 أعتقد، سووا تعديلات معينة على هذا الجانب. هذا انا اعتبره صراحه هو لب الميديكال اديوكيشن بالنسبه للطلاب، لانه راح يساعدهم كلش هواي بالدراسه. الطالب اللي يطبق هذا الشيء راح يشوف فرق كلش قوي، مثلا من يجي على تعريف معين ويحفظه، هذا ما يحتاج من عنده منتال باور، هذا راح يحتاج بس مجرد يسوي ريكول، يعني ريكول سبيسيفكس او احنا نسميها يونيفرسالز، معلومات هي موجوده بباله ويسترجعها، او طريقه عمل معينه مثلا هو مجرد راح يسترجعها، مو فكر، ما حلل، هو ما سوى شيء، بس مجرد معلومة حافظها ورجعها. هذا يختلف عن مرحلة الاناليسيس اللي هي رقم 4 تصنيف بلوم، اللي هي تضمن أخذ مشكلة معينة تحليلها إلى أجزاء ثانوية، وبالتالي فهمها على مستوى كلش عميق، يعني deeper understanding. I'm so sorry I took long، بس يعني بس حبيت أضيف هذا الشيء، يعني الكلامك الرائع صراحة. عاشت إيديكم، لا بالعكس بالعكس دكتور، عاشت ايديكم. يعني دائما واحنا دائما نقول للطلاب انه انت ابدي افهم البلوم تاكسونومي وبعدين كل التعليم الطبي يصير سهل عليك. المشكله انه الطلاب نفس ما قلت بسبب الكونفشنال تيتشينج مالتنا اللي هو بسنوات بال12 سنه اللي هي قبل الكليه، اللي يعتمد فقط على البيسك ليفل، جاست نو ذا فاكت، ريممبر ذا فاكت، تري كوليت وخلاص، روح امتحنها بالامتحان وهذا هو. أو بين قوسين يعني أنتوا أكيد تعرفون شباب إدرخ، فهذا مصطلح ستشاتش، هو من هو شخص اللي يدرخ زين ويروح للمادة يطيها كل اللي يكتب المواد بالامتحان وthat's it. إحنا شو نريد مثل ما قال دكتور عمر، إحنا نريد deeper learning. deep learning شنو معناه؟ معناه أنه أنت المادة هذه تصعد بيها أكثر مما مجرد تفهمها، لا راح تطبقها، راح تبدي تحللها وتوصل إلى المرحلة العليا اللي هي ممكن حتى تغير أنت بنفسك بالمعلومة اللي وصلتها. you create new ideas، you create new links بيها زين. وطبعا هذا بالضبط هو أساس عملنا بالطب، لأن الطبيب هو لازم يحلل المعلومات، الطبيب لازم يفهم المعلومة، ولازم بالأخير create a plan for the management، مو صحيح دكتور عمر؟ فلازم هذا كله يمشي على البلوم وحدة وحدة. فتخيلوا يا شباب أنتوا إذا وصلتوا بعد يومين
إلى المستشفى وأنتوا بعدكم بهاي البيسك ليفل زين إيش وقت راح تتعلموها؟ فأنتوا عندكم هذه 6 سنوات مال الكلية safe environment for learning تقدرون كلها تمشون الديفلوبمنت مالكم يمشي بالتعاون أكيد مع أساتذتكم وبوجود دكتور عمر of course زين راح تصعدون شوية شوية خلال هذا الليفل. إحنا دائما نقول أنت سوي scaffolding مالتك المتعلمين يعني أنت صير الدعامة اللي تلزمهم زين وتصعدهم الدرجة شوية شوية على مود بالأخير من راح أنت تخرجهم ويطلعون للمجتمع الصحي راح يقدرون هم يكونون change makers و decision makers زين يقدرون هم يأخذون القرار وانت ما تخاف يعني على المريض وياهم. طبعا thank you so much. عندنا بعد منه بس قبل أن نروح الدكتورة دلال عندنا أكو رسائل. دكتورة حنيني تقول إحنا كمراحل بالبداية نأخذ المادة كنظرية لكن كجانب عملي إلها قليل لأن أنا أقرأ مادة وما جاي أعرف شلون أنزل هذه المعلومات على الواقع وعلى المريض الحقيقي. فلو يكون مع كل محاضرة جانب عملي أو شرح على حالات مرضية موجودة بالمستشفى يكون أفضل. عاشت ديج دكتورة حنين. طبعا إحنا دائما نقول أنت لازم تحاول تضمن الكلينيكال تيتشنج ات ان ايرليير ليفل الايرلي اكسبوجر على مود تعلم الطلاب شوية شوية وتصعدهم بعدين بالأخير. طبعا دكتور عمر يعرف هالشيء كل الزين دائما يقول اني من اخذ دكتور عمر النقيب باي ذا واي يقول اني من انطي محاضرات للطلاب دائما انطيهم كلينيكال. اتمنى يعني دكتور عمر انه انت شويه تضيف لنا على الميثود اوف تيتشينج اللي تستخدمها وشون انت تدخل المعلومات الكلينيكال بالمواد البيسك مثلا الاناتومي. اوكي طبعا بالبدايه هذا الكلام شو زعل شويه باعتبار انت باتجاه الميديكال مايند سيرجيكال اوكي بس احنا مثلا طلاب دائما بالمراحل الاوليه كلش يكون عندهم شغف باتجاه الجراحه. خلينا نتفق على هذا الشيء يعني بالنسبه لهم صارت العمليات هذا فتح حلم من تشوفهم يعني مثلا هم يقولون انا اتذكر محاضره بس المرحله الاولى كانت تخص الابر ليم اوكي فاجيت وحده من حكيت لهم على الابر ليم وقضيه النيرف والتفاصيل البريكر بلكسس فجيت عرضت لهم كيس كاترس تعرفون احنا تعرفون كبلاستيك نستقبل هاي الكيس فكان عنده وحده من عندها هي ميديان نيرف انجري اوكي فدائما استغليت هاي اللقطه لان اتذكر هذا الكيس كلش كان مؤثر بي انه اول شيء صارت ابلكيشن انه هذا دي يشوف انه هذا النولج اللي اذا تاخذ الميديان نيرف احنا دائما المشكله يجي يسمع ميديان نيرف وهيك الوظيفه مالته بس هو ما يشوفه من يجي يشوف عمليه يشوف الصوره مالته الحقيقيه قدامه هذا ما راح ينسى هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اجيت حتى انطيهم الفانكشن مال ميديان نيرف ما كنت محتاج انه اقعد اشرح لهم انه هاي التفاصيل لا اجيت قلت لهم بالنص اتذكر وهاي الموقف صدق احنا عاده يمكن المداوم سيرجر يعرف هذا الشيء نروح احنا كمقيمين قبل الاخصائي للعمليات نحضر الطبلات مع المرضى نتاكد انه موجوده التحاليل نتاكد المرضى صايمين نتاكد كل شيء تمام ومن يجي الاخصائي نبدا عمليات بين ما يجون هم التخدير. فبوقتها اتذكر دزيت على المريض ذا اشوف اذا افحص اتاكد انه كل شيء تمام فاتذكر والدتها بوقتها قالت لي حكايه مستحيل انساها قالت لي دكتور احنا عايشين على هالايد واشرت لي على ايده بوقت هو كان خطيه نجاره وهيك شيء واثناء شغله تاثرت ايده. فالقصد هاي البوينت انه هذا الكيس اللي بدنا نحكي عنه هذا الميض اللي نحكي عنه هو بنفس الوقت يذكرك انت بالتارجت مالتك انه انت بالنهايه انت ترى مو بس يعني مجرد انه انا تخرج كطبيب وانا طبيب وانا سيرجن انت بالنهايه هوايه حياه ناس تعتمد عليك وبنفس الوقت تذكرنا بموقف انه دائما ادمج الكلينيكال ويا البيزك انه انا دائما احنا نجي ناخذ البيزك انه تعال احكي لي الاناتومي اوف ابر ليم ويقعد يحكي يحفظ لي سو وات انا ايش راح استفيد من عنده اوكي شنو استفيد من عنده اذا انا ما اجي اخلي الطالب انه اورينتد ترى انت ترى الميديان نيرف تحتاجه بكذا شيء لازم تعرفه وبعدين هي شيء تواجهه. لهذا انا اي محاضره دائما انطيها للطلاب اوكي انطيهم كبيزك انا ما اقول ما نحتاجه كلش نحتاجه بس دائما اكو وياه كيسز احاول قدر الامكان هاي الكيسز ما اجيبها مثلا من كتاب وتعالوا شوفوها لا اجي احط لهم صور نشوفها احنا بالمستشفى حتى ما يعتقدون انه هذه ترى مخصصه لغير ناس هذه ترى بالخارج يشوفها لا احنا ترى هاي الشغلات نشوفها حتى انت يمكن دكتوره امي استخدمتي هذا الشيء من على مود الصور وهاي صح لو لا يس okay. جان احلى اضافه للسيشن كلهم متعجبه وعافه والكومبارتمنت سيندروم وظلوا مشلبين بالصور مالتك اي لان هو بالنهايه الطالب يريد يشوف الواقع انت دائما قال لهذا انا عندي هاي القناعه انتم كطلاب كليه الطب احنا مشكله بصوره عامه عندنا مشكله بالمايند سيت مالتنا احنا ببالنا انه مرور الوقت اكو راح ينزل ابديت معك شلون الايفون من ينزل بي ابديت احنا ببالنا
انه انا هسه ما حاجه ادوخ نفسي بالكلينيكال، انا اوصل مرحله سادسه راح اتعلم كذا شيء، انا راح اتخرج ابدي اعرف اتعامل ويا المرضى. ليش؟ كانه انت تتخيل من تعين مقيم دوري راح ينزل وياك ابديت انه تعرف تتعامل كمقيم دوري، نفس المقيم اقدم راح تعرف تتعامل، وبالواقع مو هيجي. التعليم هو نوت ريليتد للتايم ابدا، التايم مو مهم بي، هو ريليتد للاكسبوجر. وانا متاكد انتم تعرفون هواي طلاب من عندكم يمكن مرحله ثانيه وثالثه ورابعه يجوز ياخذون، خصوصا ثالث ورابع ياخذون هيستوري احسن من طلاب المرحله الثالثه. ليش؟ لان ذول صار عندهم اكسبوجر هوايه، ذوكم لا ما عندهم. فبالتالي هاي النقطه كلش مهمه تخلوها كطلاب كليه الطب، انه تخلي بالك ليش دا اتعلم وشون اتعلم. ليش دا اتعلم؟ بالنهايه الكلينيكال كيسز اللي تشوفها بالمستشفى هي تجاوبك ليش دا اتعلم. شلون اتعلم؟ ببساطه اتعلم من الاكبر منك، يعني احنا ولا تستصغر تعلم من اي واحد. انا اتذكر اول ستيتش اخذته بحياتي كنت يمكن مرحله ثانيه كليه الطب، ناجح من الاول للثاني، رحت للمستشفى اللي علمني اياه انطاني اياه كان ممرض حتى مو طبيب، اوكي؟ اجى علمني شلون، ومستحيل هسه هذا الشيء، اوكي؟ فابدا لا تستصغر تعلم من اي واحد، وبنفس الوقت اسال اسال، مو عيب ابدا. انتم بمرحله ما، انتم حاليا بمرحله محظوظين انه اي سؤال تساله ما حد راح يقول لك ليش تسال. بس بليف مي بمرور الوقت بنصير مثلا طالب بورد، الاسئله راح تكون ليميتد، اكو اسئله عيب تسالها انت المفروض تعرفها. بنصير اخصائي، الاسئله اللي تقدر تطرحها تكون ليميتد اكثر بمرور الوقت. فبالتالي انت هسه بمرحله التعليم تيجي تسالني يعني اكثر سؤال بسيط ما راح اقول لك هذا السؤال غلط ولا ليش سالته، كلش عادي، اوكي؟ فبالتالي انتم دائما خلوا ببالكم هاي الخمس اسئله تعلموها. انا دائما حتى وقتها حكيناها ويا دكتوره امنيه بودكاست ويت، اكو اسئله لازم نخليها ببالنا من اجي اتعامل ويا ويا بالمستشفى او اتعامل ويا الحالات. خمس اسئله لازم تسالها وتخليها ببالك، وهي انه كالتالي: من يجي مثلا انا اجى الدكتور حكى لي مثلا اكيوت ابندسايتس او اجى لي حكى لي كوليسيستايتس، اسال انه هذا المريض شلون راح يجيني؟ شلون راح اشوف المريض؟ راح يجيك عنده ابدومينال بين؟ لو راح يجيك شنو بالضبط؟ هذا المريض انا من افحصه ايش راح اشوف؟ بالاكزامينيشن ايش راح اشوف؟ هذا المريض بالمقابل ايش راح ادز تحاليل؟ هذا المريض ايش راح انطي علاج؟ ايش راح اتوقع يتحسن؟ وهذا بالعالم كله ترى احنا هذا السيستم مالتنا اللي بدنا نحكي بيه هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن تريتمنت. هسه مثلا بامريكا كل شيء يعتمدون نظام يسموه سوب، اللي هو شنو؟ الاس سبجكتيف، انه المريض شو يقول. الاو اوبجكتيف، انه انا ايش راح اشوف. الاي اللي هي الاسسمنت مالتي، والبي هي البلان مالتي شو راح اخطط، اوكي؟ فبالتالي انتم دائما خلوها ببالكم كليه الطب التارجت مالتها مو تاخذ بس انفورميشن، لا، الانفورميشن كلش مو انف بالنسبه لك، انه هي هاو تو ابلاي ذس انفورميشن، يعني شلون اجي هذا المريض شلون راح اشوف هاي الحاله. فاذا مثل ما اتفقنا من البدايه اكو امور لازم نركز عليها بكليه الطب. اول شيء اول ما تدخل كليه الطب لازم تدي انت تحط الاهداف مالتك، اوكي؟ طبعا هذا الموضوع بي كونترافيرس، يمكن دكتوره امنيه او غيرها يختلف وياي، بس انا واحد من الناس اللي اشوف كلش ضروري تكون من وقت تبدي تحدد، ما اقول لك الاختصاص بالضبط، بس تحدد المايند مالتك انه انت باتجاه سيرجيكال اور ميديكال. يعني انا بالنسبه لي اول ما طبيت كليه الطب كنت حاسب نفسي، وبمرور الوقت كنت احس نفسي انه انا مستحيل اروح ميديكال برانش، اكيد راح اروح سيرجيكال. وصراحه بالرابع طبيه قررت انه اروح بلاستيك سيرجن، اوكي؟ فهاي النقطه كلش مهمه دائما اقول بيها، لازم انه احنا عاده بوقت سريع نبدا نحدد التارجت مالتنا من كليه الطب. النقطه الثانيه اللي دائما اريد اركز عليها انه دائما خلوا ببالكم التارجت مو اطلع اول، التارجت مو اكون احسن واحد، التارجت مو مكانتي الاجتماعيه، التارجت مو الماده، التارجت مالتي انه اشوف اثر علمي واثر شغلي واثر ايدي على المريض اللي قدامي. وهاي النقطه بليف مي الشعور ما يتعوض بالدنيا كلها، من تشوف انه انت مثلا كطبيب المريض مالتك كلش فرقت وياه، يعني احنا بحيث انت تقوم حتى ثقه. انا اتذكر مريض مثلا من اشتغلنا بنتاكد انه احنا مشتغلين زين، بحيث طلعت من العمليه دا اصور بعد العمليه، فش اجت قلت المريض قلت له خوش عمليه صارت لك، يعني معلم ماكو بس واحد يسوي اسسمنت للشغله. بس لين بالنهايه بمرور الوقت يدي هذا الشغل، كل ما يصير عندك فريكوينت اكسبوجر كل ما يكون عندك انفورميشن ونولج وثقه بنفسك، يعني فبالتالي الاثر مو بس على حياه المريض، لا مطلقا، حتى ياثر على حياتك. كلش خلوها ببالكم. نقطة أخرى أريد أتكلم عنها هي قضية الشغف، مثل ما قلت قبل شوية، أنتم بمرور الوقت يصير عندكم، يعني بمرور الوقت نحس أن الموضوع هذا الروتين يقتل حماسة، الروتين يقتل كل شغف مالتك. شلون أنا أجدد الشغف مالتي؟ أجدده
دائما اخلي الهدف مالتي قدامي. الهدف مالتك مثل ما قلت ممكن يكون شخص قدوه، اوكي، ممكن الهدف مالتي يكون عادي، ممكن واحد بالي اصير اخصائي كلش ناجح حتى اشتري كذا بيت، حتى اصير عندي كذا سياره، كلش فاين. بس بالنهايه لازم يكون عندك انت كشخص عندك طريقه، ما كل ما تحس نفسك انه انت داون، كل ما تحس نفسك انه انت مو هذا الحماس مالتك تقدر ترجع له وترجع له، اوكي. فدائما احنا نقول انت كبالك كليه الطب، هاي النقطه خليها ببالك، ان يعني تحس نفسك داون، مشكله كليه الطب هي مو عباره عن سباق 100 متر، هي ماراثون طويل، اوكي؟ فانت راح تمر بي اكيد بابس وداونز. شلون ابس وداونز؟ احنا مثلا كليتنا كليه الطب، انا واحد من الناس، يمكن دكتوره امنيه، مثلا دكتوره امنيه من الاوائل، انا متخرج اول على كليه الطب، انا يمكن 6 مراحل اول على كليه الطب، بس تسالني هل انه كل امتحانات كنت اطلع على واحد؟ لا. ليش؟ لان بالنهايه هي الحياه هيجي ابس وداونز، كليه الطب هي ماراثون طويل. اللي ينجح بيه من هو؟ اللي اكثر واحد يعرف يرتب نفسه. خلي ببالك انت راح تصعد وراح تنزل، راح تصعد وراح تنزل. الطريقه الاساسيه اللي تخليك انت ضمن التوب وناجح، طبعا التوب ما دا اقصد اول، دا اقصد ضمن التارجت مالتك واصله، انت حددت التارجت مالتك اتفقنا. فبالتالي من اقول انه انت ضمن التارجت وواصل للشيء اللي انت محدده واللي تريده، اوكي؟ مو الشيء اللي يفرض عليك انه لازم تطلع اول، لا خلاص انا واني ببالي اريد اختصاص معين كذا معدل، فبالتالي احصل هذا المعدل، اوكي؟ فبالتالي انت الشيء اللي يخليك دائما ضمن التوب وواصل للتارجت مالتك انه تعرف اني هاي الابس والداونز كل شيء طبيعي. التارجت مالتي انه اني مو اجي داونز، اوكي فاين كلي تنزل. التارجت انه اقدر ايش قد اطول انه اني فوق، وايش قد انزل ما احاول انزل هواي، لا ابقى انزل شويه وارجع اصعد. فهي الحياه هيجي، الحياه هيجي ابس وداونز، ماكو واحد يبقى هو توب، بس بالوقت حاول انت دائما اكثر فتره تحاول تخليها انت بالتوب مالتك، اوكي بالابس مالتك. هاي شلون؟ طبعا اريد اشوف اكو فيديو عن بالنسبه لي دائما ارجع له صراحه، ما اعرف اذا ممكن نعرضه لو لا، ما اعرف دكتور مبارك ممكن نعرض هذا الفيديو لو عندنا مشكله فيه. نفسك انه ما عندك هذا الشغف مالتك، ترجع تشوفه ويتجدد شغفك بهذا الشيء. طبعا مثل ما اقول دائما هي هذه الماراثون لازم انت تخوضها، اوكي؟ فبالتالي الفرق انه انت ايش قد تبقى فوق، ايش قد تبقى محافظ على نفسك. هذا اللي تبقى تحافظ على نفسك ممكن عن طريق قدوه تخلي قدامك، ممكن عن طريق موقف تتذكره. يعني مثلا من المواقف اللي كلش اتذكرها هذا الموقف الشخص اللي قالت لي الام انه احنا عايشين على هالايد، اوكي؟ نفس الشيء من المواقف اللي كلش كلش اتذكرها طبعا انه مريض، يمكن دكتور مبارك واني اكثر مره حاكي عنه على الانستغرام، مريض اجانا محروق نسبه 40% ووضعه كلش تعبان، اوكي؟ وهذا المريض طبعا اتحسن وطلع وسوينا له ديسشارج، يعني كلش يعني على بالنسبه لي هذا كل ما اتذكره يعطيني في بوزيتيف انرجي، يعطيني انه دائما انه انت سويت هذا الشيء، انه انت تركت اثر بهذا المريض، فبالتالي تقدر تسوي شغلات هوايه، اوكي؟ فبالتالي دائما انه اضافه الى هذا تخلي ببالك انه انت بمرور الوقت اذا تروح ضمن الشغف مالتك، وهاي دائما نختاره، انه احنا مشكلتنا بكليات الطب هم نمشي ويا الترند. يعني مثلا انا متخرجت اول، فبالتالي اعلى اختصاصات موجوده عندنا عيون مثلا وبلاستيك وجلديه، فبالتالي لازم انا اروح على الاختصاصات. طبعا هذا الشيء غلط، انت روح باختصاص تلقى نفسك، اوكي؟ احنا هوايه من عندنا، انا واحد من الناس مثلا جتني فرصه انه اروح اداوم مثلا بامريكا انترنال ميديسن، يعني كملت معادله هيك، بس بالنهايه ما لقيت نفسي انه انا عمر از فيزيشن، مش نفسي انه انا اروح ميديسن، فبالتالي عرفت الموضوع ورجعت بالعراق از بلاستيك سيرجري ريزيدنس، اوكي؟ لازم انت تكون بالمكان اللي انت تروح للدوام مضايج من الدوام، تروح للدوام انت عندك الشغف للدوام، تروح للدوام انت دائما تنطي حتى بوزيتيف انرجي اللي حولك، اللي حولك يحسون انه هذا الشخص جاي بواسه، جاي تمام، اوكي؟ فبالتالي هاي النقطة كلش خليها ببالنا، انه انت دائما حاول تستعيد شو اسمه الشغف مالتك عن طريق قدوة، عن طريق ممكن قدوة تكون حتى ما تشوفها، اوكي؟ لازم تخلوه ببالك انه انا عندي قدوة، عندي هدف اخلي ببالي، دائما استعيد شغفي، مو بس الامتحان شيء ثاني، الامتحان هو بس مجرد ان اعبره وخلاص، اوكي؟ بس التارجت مالتك انه نتخرج نلقاك طبيب باشر عقبه. فاذا خلوا ببالكم لازم 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 انه من هسه تبدون تحطون اهدافكم كطلاب كليه الطب، توصلون التارجت مالتكم، تعرفون تختارون البرانش مالتكم، وتعرفون انت ليش طبيب، انت هنا طبيب مو حتى اوكي كل هالاهداف مو غلط، بس انت طبيب حتى تفرق اثر بالناس. وبليف مي يعني الغالبيه الناس اوكي هواي نسمع مشاكل بالمستشفيات فيش، بس الغالبيه العظمى راح يطلعون ممتنين منك اذا انت كان اسلوبك زين وتعاملك زين، ويحسون هم يعرفون كلش انه انت ما قصرت وسويت اللي عليك. فاحنا اللي نريدكم من هنا بهذا الميتنج كلها انه خلوا ببالكم انه قدر الامكان
قدر الامكان قدر الامكان دائما اكون الهدف مالتي اتخرج اقدر اصنع فرق بحياتي المرضى مالتي زين. انا عندي كم نقطه بدي احكيها بعد، بس انا افضل الدسكشن مو بس نبقي الاخير، نهيش نعطيكم مجال تحكون شويه تسالون، وراح نكمل كم نقطه نحكيها انه عن حياتك كطبيب، اشياء تنتظرك بعد الكليه، هاي التفاصيل. فبالتالي خلينا ناخذ اسئله من عندكم وراها شو اسمه نكمل ان شاء الله. اذا السؤال ممكن تحكوه فويس او ممكن تدزوه بشات، ما في اي اشكال. العفو دكتور، اكو بعض الاسئله اللي انكتبت بالشات، تحب اقرا لك اياها؟ إذا مو زحمة. أوكي تمام. دكتور أبو عيسى يقول: برأيي دكتورة، مع التقدم الهائل الذي حصل في وسائل التعليم وتوفر المصادر وإتاحتها أمام الجميع، ينبغي أن يكون اختيار المصادر أمرا عائدا للطالب، بحيث لا يجبر على دراسة المحاضرات في الجامعة، وأن لا يكون الحضور إجباريا أبدا، مع فائق الشكر والتقدير على المبادرة. شو تقول دكتور، شنو رأيك في هذه الطريقة في الدراسة؟ والله عالم كله هسه هو هذا الاتجاه. احنا مثلا امتحان يواسا، والله ما حد راح يقول لك اقرا كذا كتاب، ولا حد يقول لك اقرا كذا مصدر. امتحان امار سي اس مثلا، ما حد راح يقول لك اقرا كذا كتاب او كذا مصدر. انت عندك فد تارجت معين، نقاط معينه، مواضيع معينه المفروض تغطيها وتدرس. بس بالنهايه احنا بدنا نطرح، احنا بنحاول نطرح اشياء نقدر نطبق. اما انه تسالني احنا نقدر نغير هالشغلات، هاي الشغلات تغييرها يحتاج لها تايم كلش طويل، يحتاج لها شغل كلش طويل، يراد لها تاثير كلش هواية، لا تقعد تغير بالمناهج بسيستم الحضور. يعني هالشغلات كلش انه صعبة نغيرها بين ليلة وضحاها. هل هو هذا الشيء صحيح؟ صحيح انه المفروض احنا الطالب ما نحدد بمصدر الطالب، انه انا مثلا اليوم اريد تقرا لي مثلا كاربال تانل سندروم، روح اقرا وين ما تريد، ما عندي اي اشكال. اوكي ممكن اساعدك اقول لك عندك كذا كذا مصدر، بس انا ما عندي اشكال. التارجت مالتي انه تجيني من اسئلة عليه تعرف تجاوب، وهذا التارجت خلاص. يعني بالنهايه تعرف تتعامل ويا مريض يجيك بكذا برزنتيشن، مو التارجت انه تحفظ المحاضره ما تجي دارسها. بس تقول لي انه هذا نقدر احنا حاليا نطبقه؟ لا، لان ليش؟ لان احنا اغلب كلياتنا ستيل الاسئله مالتها اللي تجي عباره عن اسئله هاند ميد اول ترو اكسبت، واسئله عباره عن رقم 10 محولي رقم 8، انتيرير محولي بوستيرير، وهاي المشاكل كليتنا اللي احنا عندنا مشاكل وياها. فاني رايك صحيح كلش، اتفق وياه، بس حاليا يعني احنا نريد نطرح شغلات نقدر نطبقها على واقع. يعني هذا الشيء يراد له كل الشغل هوايه، وعلى مستوى ما نقدر نتعامل وياه الدكتوره مني تعرف هذا الشيء، على مستوى افراد يعني تغيير المناهج، تغيير سيستم الكليات، هذا موضوع معقد يدخل به جامعات وكل وزاره وهيك. فبالتالي احنا نحاول نطرح حلول المشكله اللي عندنا قدر ما الامكان. تمام، عشت ايديك. طبعا بس احب اضيف نقطة أخيرة، إنه هو على personal level يقدر الدكتور بالضبط إنه هو يسوي له study guide بمساعدة التدريسين اللي وياه، وإنه هالشي راح يساعده يحط objectives للأشياء الأساسية اللي يريد يعرفها عن الموضوع. طبعاً دكتور أكو شيء اسمه PBL اللي هو the problem based learning system، اللي هو نفس ما قال دكتور عمر. مثلاً أنا the problem مالتي هي carpal tunnel syndrome، وخلص انت روح دور عليها، اعطيك اوبجكتيفز، اريدك تعرف الاناتومي بها مال هذه المنطقه، اريدك تعرف السيمبتومز مال البيشنتس اللي يجون هيك البرزنتيشن مالتهم، الموداليتيز اوف تريتمنت، وشون اسوي لهم ريهابليتيشن بعدين مثلا. فالفيلينج ذا جابس هذه تعتمد على الطالب، والسكافولدينج يعتمد على المعلم. فهاي اذا احنا يعني ليش دكتور عمر دا يقول اكو صعوبه بالتطبيق؟ لانه على بيرسونال ليفل احنا عندنا مشكله. الطالب اللي متعود 12 سنه على انه تجي له محاضره ويجي له كتاب ويروح يحفظه ويروح للامتحان، ما راح يقدر يتعامل مع هذه الطريقه بسلاسه مثل ما احنا متوقعين. فهي هذه واحده من الاوبستكلز، في الاضافه الى الاوبستكلز اللي هي مال الانستتيوشنال سبورت واشياء اخرى. تمام دكتور عمر، عندنا سؤال ثاني. شنو رايك بالابحاث اللي تخلي الطالب قادر بالمستقبل الجيد، وكذلك ايضا الدراسه خلال مجموعات، هل تفيد ام لا؟ هذه الدكتوره دلال تسال. قبلها طبعا بس حبيت اضيف، ترى على فكره احنا هذا الليفل احنا بالعلاقه دائما عندنا ليفل اندر جراجويت، انه هو اشبه سبون فيدنج، لازم تنطي محاضره. انت بوست جراجويت باشر عقبه كامتحان راح اشوف مثلا امتحان البورد ما عندك ترى ماده معينه، انت اوكي عندك كتب معينه هي الاساس، بس كواقع انه كلها راح تيجي الاسئله من عندها لا. البورد انت احنا مثلا احنا هسه بلاستيك مثلا بورد عربي 6 سنوات، تيجي تقول لي لانه احد يجي قال لك تعال اقرا هذا الموضوع من كذا شيء هذا الشيء، لا انت بالنهايه راح تروح تمتحن. انت ماده اساسيه، انت كبلاستيك سيرجن مطلوبه من عندك
تعرف هاي المواضيع، فتروح انت تقراها على مصادر هوايه، اوكي؟ فبالتالي احنا دائما مشكلتنا ترى حتى كطلاب مو بس كمؤسسات، احنا دائما نعتقد الاندر جراجويت هو لازم يكون عنده نوعا من ما سكون فيدنج، انه بحيث انتم اغلب الطلاب من يجي سؤال خارج الملزم يعترض، صح لو لا؟ هاي اسئله خارجيه وما حاكيها وهيجي، اوكي؟ فبالتالي احنا هاي عندنا هاي المشكله اصلا، يعني كمشكله شخصيه ومؤسساتيه. بخصوص السؤال انه ما الدراسه مجاميع، يعني هي الموضوع يعتمد على الشخص، اوكي؟ بس بصوره عامه الدراسه بمجاميع على اللي شفتها مثلا انه كل ما انت تكون مو بس انت ضمن المجموعه، كل ما تكون انت التدريسي انت تشرح النقطه ما راح تنساها اكثر. هاي النقطه كلش مهمه، انه عاده من تنطي انت تشرح المعلومه انت بالنهايه راح يكون عندك ابروتش تحاول توصل للناس، فبالتالي هذا الابروتش راح يبقى ببالك بحيث انت استخدمت من جهه انت فكرت وسمعت المعلومه وشفتها وقريتها وحكيتها وشرحتها للبقيه، والبقيه ممكن تسوي دسكشن وياها. فاكيد القراءه كمجاميع حلوه، بس هل الكل يحبوها؟ عن واحد الناس ما افضل، عن الناس اللي اوكي جربتها احيانا، بس واحد الناس افضل اقرا وحدي، يعني انا ابد تقول لي مثلا اقرا وحدي، ممكن كمراجعه اقرا ويا احدي، بس كقرايه لا افضل وحدي. طبعا هو غلط الاساس انه تقرون كمجاميع، باي ذا واي ما عليكم راي يعني. اوكي دكتور عمر حران بليز جو هيد. طبعا شكرا، عندنا خبره بالنشر العلمي بمجلات محليه وسواء او دوليه، وهذا الشيء طبعا مثل ما تعرفون دكتور عمر ممكن دكتور امنيه 100% راح يطور معلومات الطالب، راح يطور السكيلز اللي عنده. احنا ما نريد يكون بس يقرا مثل ما قلنا ويجي يمتحن، نريد لا يسوي كرييشن، يسوي ابلكيشن للشيء اللي يتعلمه بالمجال الطبي. فدكتور عمر the stage is yours again. تمام، خلينا نستقبل بعد اسئله وراح نكمل كم موضوع ان شاء الله. امنيه يمكن الاسئله اكو بعضها يعني شويه اي اوكي. العفو، اكو عندنا سؤال من دكتوره زينب. She's saying إنه هناك مشكلة بأن الأشياء الأساسية مثل الإسعافات الأولية لا تدرس في الكليات للطلبة، فهي تستفسر عن هذا الموضوع. صحيح، يعني مثلاً طالب كلية الطب ممكن يتخرج من كلية الطب ما حد حاكي عن الـ ACLS أو الـ ACLS، أوكي؟ أو الـ BLS الـ Basic Life Support. طبعاً هذا الشيء صحيح. هي هاي النقطة، شنو المشكلة الأساسية؟ المشكلة الأساسية طبعاً إنه إحنا عندنا شنو؟ اكو تقاطع بين احنا نخرج طبيب، بس نخرج طبيب ماكو تواصل بين المستخرجات مالتنا ويا التارجت مالتي. يعني انا مثلا اخرج طبيب ليش؟ لا حتى اعطي معلومات كذا كذا بالباطنيه، كذا كذا بالجراحه، بس بالواقع احنا المفروض يصير ننزل على ارض الواقع. انا اخرج الطبيب مالتي ما اريد يصير مثلا بلاستيك سيرجري ريزيدنت، ولا اريد يصير انترنال ميديسن ريزيدنت، احنا نخرجه روتيتر اللي هو جونيور ريزيدنت، صح لو لا؟ بعده اوكي، اللي هو بالنهايه اكثر دوامه، هو عباره عن طوارئ. فالمفروض احنا بالكليه يصير موديفيكيشن بالمناهج. ليش؟ لان يعني طلابنا يضيعون بتفاصيل كلش هوايه باشياء ثانويه، وبالمقابل الاشياء الاساسيه ما يحصلوها. زين، شنو الحل بهذا الشيء؟ الحل احنا بالنهايه دائما اقول انه الموضوع بعد انت الكليه اوكي سوري، يعني هاي كل هواي ناس ما يحبون هاي الكلمه، بس انت الكليه صارت تحتاجها از ا ديجري بعد. النولج مالتك، الانفورميشن مالتك تقدر تحصلها انت، اوكي؟ فبالتالي احنا دائما نحكي مثلا احنا بالعراقيه، اتذكر احنا اول دفعه تخرجنا هم نفس القصه، ما كان اكو مشكله الاي تي ال اس، ما يحكي لك عنه الاي سي ال اس، اوكي؟ بس بمرور الوقت حاولنا نبدا نضيفه للطلاب. هذا ممكن يصير عن طريق ويا الكليه، او مرات تسوي انت خارج الكليه بوقت العطله الصيفيه، وهاي ترى على فكره بالعالم كله، انه الطلاب عاده يصير عندهم انت متى انقطع علاقتك بالكليه بالعطله الصيفيه، انه انا خلص العطله يلا مع السلامه، بعد ما اشوفكم اشوفكم بعدين، اوكي؟ لا، انت دائما تبقى ان كونتاكت. احنا المشكله مالتنا التعليم كله انه الطالب يصير باسيف، يجي يدخل يعبي براسه معلومات، يجي بالامتحان يعطينا هاي المعلومات ونقول له مع السلامه، مع انه هو الطالب يكون هو المفروض اكتف اكثر من الدكتور مالتك. الدكتور مالتك هو از ا جايد، مو هو لا اكثر ولا اقل، يجي وجهك وهاي. فعلا انا بالنسبه لي الحل بهذا الشيء طبعا انه انتم الطلاب تقدرون تغيرون هواي شغلات. يعني احنا مثلا من كنا طلاب كلياتنا اغلبها ما مسجله كانت بالاي سي اف ام جي، كلياتنا اغلبها ما معروفه بهواي اماكن، احنا مشينا بالموضوع واشتغلناها. انتم بتسووا كجروبس وابدوا اطرحوا مشكلاتكم، اكيد اكو بكل كليه اكو واحد يسمع هواي مشاكل الطلاب، اوكي
طبعا اكو ناس ما تسمع، هذا الشيء متفقين عليه، بس اكيد اكو سمون يسمع. انت حاول دائما جروب اختاروا ناس مؤثرين، هو اكيد اكو طلاب لهم كلمه بالعاده بالكليه اللي هم مو شرط اوائل باي ذا واي، ممكن هو واحد توكاتيف، واحد هو عنده هاي البيرسوناليتي يعرف يحكي. اوكي انتم تسوون جروبات وتجون تحطون يابا احنا ترى ريد اي تي ال اس، ريد اي سي ال اس، وبالنهايه تواصلوا ويانا، احنا ما عندنا اشكال. دكتوره امنيه او وياي مثلا احكوا احنا عندنا هيك مشكله ممكن، بس انتم نسقوا ويا كليتكم، احنا ما عندنا اشكال ننسق لكم هنا بمدينه الطب ويا اطباء تجون تسوون تريننج، او ممكن هم يجون يومكم يسوون تريننج، بس بالتعاون وياكم كمستوى شخصي او كمستوى مؤسساتي. اذا الكليه مثلا تحب احنا ما عندنا اشكال رتب هذا الشيء، اصور هم دكتوره امنيه تساعدنا بهذا الشيء. Thank you so much. اكيد دكتور، طبعا عاشت ايدي دكتور عمر، انه احنا دائما نقول انه listen to your students, they are telling you how to teach. مو صحيح هي نفس المقوله مال الدكتور ويليام، بس احنا على التعليم الطبي نبدلها يمنا، فانتوا اللي تغيرون المنهج، انتوا اللي تقترحون الاشياء اللي تحتاجوها، لانه انتم our audience، يعني احنا ما راح نعرف اذا ما انتوا تحجون. فنفس ما قال دكتور عمر، احنا نشوف المتطلبات مال المجتمع مالتنا وعلى اساسها ندرس، على اساس هذه المخرجات نحط المنهج الخاص بكليات الطب. ف don't underestimate your role as a student. That a student can do many things more than just read a lecture and pass an exam. انتوا تقدرون تغيرون المناهج، انتوا تقدرون تصيرون معلمين من هسه وباحثين من هسه، وبنفس الوقت انتوا تقدرون تطورون الواقع الصحي من مكانكم هذا. فأتمنى أبد يعني أن أنتم تأخذون هالشي كلش على محمل الجد، وما شاء الله يعني دكاترتكم كلش welcoming، فأتمنى أن أنتم تستفادوا من هذه الفرصة. We have next دكتور كرار الربيعي. Sorry يعني we kept you waiting. دكتور كرار، دكتور كرار you are muted. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم دكتورة. أي تفضل. السلام عليكم، أنا طالب كرار ناصر ربيعي، طالب جامعة موارد الأنبياء كلية الطب مرحلة ثالثة. دكتور بس طرحت موضوع إنه هو يعني أنتوا نحدد اختصاصي من هسه، فأنا شلون أقدر أحدد اختصاصي أو أحدد اللي شيء اللي أنا أريد أوصل له؟ إحنا كنا وصلنا لهاي المرحلة الدراسية بالمعدل، يعني هذا الموضوع نفسه انطرح في السادس، إنه واحد من قرايبي قال لي أنت شنو الشيء اللي تحبه؟ شنو الشيء اللي تطمح توصل لي او شيء تفكر؟ فكرت بالموضوع، قلت هو انا شنو الشيء اللي اطمح اوصل له؟ انا من ابتدائيه لسه حد يعني 12 سنه انا ما طالع، يعني شنو اذا اريد اطلع نطلع انا واصدقائي، يعني معلوماتنا بسيطه ما يعني واصلين مستوى انه انا اوكي اريد اصير مهندس لان انا شفت هالشيء، ما واصل. اذا كلش عجبتني شيء انه انا شفته على الانترنت. فنفس الشيء بالطب، شنو يعني شنو الشيء اللي يخليني انا احب اصير جراح؟ هذا يعني شنو الشيء اللي يجذبني؟ وانا حتى زمان ما مشتغل شيء بيدي. صح. هذا الموضوع نفسه بمرحلتي هسه احنا ناخذ اكثر شيء اكثر مادتين هي الجرايه الفارما والباطن. فبالبدايه السنه شنو الفارما؟ بالانترودكشن اللي هي الفارما كاينتيك كاينتيك ويش عدد ال يعني هذا البدايه الانترودكشن. فقلت اوكي الفارما حلوه راح ابدع بيها افضل من الباثو. فشفت الملازم من اخو بدينا اخذنا استثمار ثانيه، شفت الموضوع جاي يصعب بالزايد، فما اعرف انا صرت محتار، يا اروح احول على الباثو يعني اشوف نفسي بالباثو اكثر، لو احول على الفارما لو احول على البكتيريا. فنفس الشيء بالتخصص، يا هو يعني شلون احدد هذا التخصص اللي راح ابدع فيه، شلون احدد هذا الشيء؟ يعني اتمنى تكون فكره وصلت. طبعا بالبدايه انه اجاوبك بهذا الميتنج تختار العفو تختار تخصصك بالضبط ما راح يتجاوب. ليش؟ لان الموضوع كلش طويل، اكو كتاب كامل اسمه The Ultimate Guide for Choosing Medical Specialty، هو يحكي لك انه انت شلون ممكن على اساس تختار اختصاصك. اوكي ويحكي لك نقاط وهاي تفاصيل، بس خلينا نختصر كقصة شخصية حتى نقعد نستوعبها. اول شيء طبعا الواحد بمرور الوقت، انت اول ثاني ثالث ما دا اقول لك لازم تختار اختصاصك بالضبط، بس انت تكون عندك فتاقه معين حاير بينه. يعني احنا مثلا انا دائما اسال الطلاب اللي نشوف مثلا امتحانهم جراحه مرحله رابعه او سادسه شنو ببالكم اختصاص؟ انا صراحه اضوج من طالب مرحله سادسه ما محدد اختصاصه. تدري ليش؟ لان انت بالنهايه راح اوكي شوف بالاقامه الدوريه ما اختلف هذا الشيء، بس انت المفروض داومت وشفت كل شيء، انت التارجت مالتك انت اول ثاني ثالث تبدي هذا النولج تبدي تحصله. انت تشوف البيزك ساينسز
وبالثالث راح تدخل اغلب الكليات تدخل عليهم الميديسن والسيرجري، فتبدي انت بنفس الوقت تحس نفسك البيرسوناليتي مالتك باتجاه، هل انت من الشخصيه اللي تحب عاده تنطي مجال وتسمح تاخذ وقت وتسمع من المريض وتاخذ وتنطي وتطول بالك كلش بالموضوع، اوكي هو وحده من عدها طبعا يحشون عنها، او انت من النوع اللي تحب دائما تاخذ اكشن بسرعه، اوكي اللي ياخذ اكشن بسرعه هذا اقرب للسيرجن. هو الموضوع طبعا مبني على شغلات تخص البيرسوناليتي، تخص الهاند سكيلز، تخص اضافه الى هذا البيهيفير ماتك، اوكي، وتخص اضافه الى هذا النولج ماتك. يعني مثلا مو طالب بيجي 50 مثلا معدل ويقول طبعا احنا بالعراق دا احكي، اوكي بالخارج النظام مالتهم والتصنيف مالتهم والدخول للريزنسي مالتهم يختلف عن نظامنا، بس احنا بالعراق مو تقول لي مثلا معدله 50 ويجي يقول لي والله انا اريد اروح عيون مثلا، اوكي لا خليك على ارض الواقع. فاذا انت اول ثاني ثالث على مستوى شخصي مثلا تبدي انت تحس نفسك اقرب انه انت ميديكال اور سيرجيكال مايندد. لو انت شخص اصلا ما لك علاقه بالمرضى، اكو واحد يقول لك انا بالنسبه لي ما احب هذا الاحتكاك بالمرضى، اضوج انه اجي اتعامل ويا المرضى وتعال افحص وهيك، انا احب ما ابتعد عن المرضى. فممكن تروح بيزك ساينسز او تروح عاده شغلات مو كلينيكال، يعني مثلا تروح شغلات يعني بعيد عن الكلينيكال، ممكن تروح راديولوجي باثولوجي، يعني هي كلينيك نوعا ما ريليتد للكلينيكال، بس ما تجي تحتك ويا مرضى دائما، ما تاخذ وتنطي وتتدخل بالعلاج. مثلا بالراديولوجي يسوي السونار وخلاص، خلص السونار مالتك روح ويا الطبيب مالتك خير، يسوي الاشعه وروح سوي الاشعه، يسوي السي تي ويكتب التقرير وروح الله وياك كان ما له علاقه بيك. ابو الباثولوجي تجي العينه يفحصها وهاي الريبورت مال العينه وخلاص، خلي السيرجن مالتك او اي كان هو يحير بالديسيجن بعدين، اوكي. او ممكن تروح بيزك ساينسز تحس انه انا والله جود بالاناتومي واللي واحد اشرح فاروح التشريح مثلا، اجي على الكليه واقدم ماستر وهاي الشغلات. او ممكن تروح شغلات لها علاقه مثلا بالادويه بالفارماكولوجي او هاي التفاصيل البيزك ساينسز، اوكي. فانت عاده اول ثاني ثالث راح تبدي اول تقسيم تسال نفسك انه انت ببالك يكون كلينيكال اور بيزك، او خلينا نقول كلينيكال اور نوت كلينيكال، حتى نشمل كل شيء، نشمل الشغلات اللي كلش لها علاقه بالبيشنت وشغلات اللي ممكن تكون هي سبورتيف اكثر ما هي اساسيه بالتريتمنت. من جيت نفسك جاوبت هذا السؤال، والله أنا لا أريد أثر على حياة المريض، أريد دائما، لأنك ترى أطباء هواية برانشات إحنا نحتاجها بس هي behind the scene. يعني مثلا أبو الراديولوجي إحنا نحتاجه كلش، ما حد يقدر يستغني عنه، بس هو نوعا ما behind the scene. المريض ما يجي ياخذ يسوي السونار يمه ويروح بعد ما يعرف أصلا يجوز، أوكي. نفس الشيء أبو الباثولوجي إحنا كلش نحتاجه بالريبورت مالته، بس هو behind the scene. بالمقابل السيرجن أو الفيزيشن هو اللي ماخذ المشهد. فلأنه أنا من نوعا ما افضل انه اكون شخص اخذ المشهد، لو انا افضل والله اشتغل من ورا ومرتاح ومريح بالي وما عندي هاي المشاكل. هاي اول سؤال تسال نفسك. من سالت هذا السؤال راح تجي على السؤال الثاني، خلينا نقول اذا عندي جاوبت انه انا باتجاه انه ابتعد عن المرضى، راح تبدا تدور نفسك كل انه شغلات شنو معدلك، هاي التفاصيل كلها تدخل بالاختيار مالتك، اوكي. بالمقابل لا والله انا قررت انه لا والله انا احتك ويا المرضى واريد ادخل واريد اثر بحياه المريض، اجي اسال السؤال الثاني. انا نوعا ما من نوع ما احب اخذ اكشن لو احب انطي مجال، اوكي. يعني بين قوسين انت من جماعه اوبن اند سي لو ويت اند سي، اوكي، ويا التفكير مالتك، اوكي. عاده السيرجن يكون غالبا هو ياخذ اكشن بسرعه، الفيزيشن لا عاده ينطي تايم، اوكي. اضافه لهذا هل انه انا نوعا ما اتحمل الستريس مال السيرجري؟ ترى الستريس مال السيرجري والعمليه مو كل واحد يتحملها، واي ناس تدخل يقول لك انا مستحيل. نفس الوقت بالمقابل التايم مال الفيزيشن هذا انه تيجي تاخذ المريض هيستوري تفاصيل واكزامينيشن تفاصيل وتسمع من المريض وبالك ديفرنشال دايجنوسيس وتحاليل وقصه طويله من شنو اللي يخوضها ابو الفيزيشن حتى يوصل دايجنوسيس، هم قصه طويله، اوكي. ابو السيرجن هم يحتاج بس بدرجه اقل، اوكي. فالقصد انه انت تبدي تسال نفسك اول سؤال، انا كلينيكال اور نوت، وراح اروح باتجاه انه اني سيرجيكال اور ميديكال مايندد. وطبعا دائما تكون هاي كلها مسنوده انه بشيء على ارض الواقع، مسنوده بمعدلك، مسنوده بدرجاتك وبمستواك، اوكي. وراها طبعا هنا من انت تبدي تحس نفسك انه اني انت المفروض تتخرج من كليه الطب، اول اربع مراحل تواصل مرحله تعرف انه انت راح تروح سيرجيكال اور ميديكال شو اسمه برانش، هاي المفروض توصلها يعني، اوكي. اول ثاني ثالث تعرف انه انت تحس نفسك هاي الشغلات كلينيكال اور نوت، بالرابع بالخامس تبدي تحس انه انت سيرجيكال اور ميديكال مايندد، بالسادس راح تداوم ستاجير تشوف المستشفى، لا تعتمد على الكليه تقول والله احنا بالمستشفى بس يشوفونا جراحه وباطنيه ونسائيه واطفال، وبالخامس شفنا بلاستيك اسبوع او اسبوعين، شفنا درماتولوجي اسبوع او اسبوعين، شفنا مثلا راديولوجي اسبوع او اسبوعين وخلصت. انت روح وين تشوف نفسك، روح شوف الوضعيه، اوكي. انا واحد من الناس
كان ببالي اتذكر بالرابع كان ببالي بلاستيك سيرجري، بس مع هذا من اجيت كملت مثلا يو اس والله كملت معادله قلت في جزء بقيه تختلف، خلي اروح اشوف داومت ميديسن فتره تقريبا تريننج بامريكا، ما حسيت نفسي انه هذا المكان مالتي، ما حسيت نفسي انه انا ممكن كعمر اكمل از فيزيشن، فعفت الموضوع ورجعت هنا انا از بلاستيك سيرجري ريزيدنت. اوكي، فبالتالي اذا انت اول ثلاث مراحل تبدي تحس نفسك انه انا باتجاه كلينيكال اور نوت، اسال نفسك هذا السؤال وما بيها شيء. انا هوايه هسه مثلا اطباء يدامون وياي بالمستشفى يجي يحكون لي يقول انا بالنسبه لي مثلا اكو طبيبه مره وصيتها قلت لها بقتك لنا عمليات، فقلت لها هذا المريض يفتح منظمات صوري لي اياه حتى اشوف الجرح مالته لان كنت مغسل بالعمليات ما اقدر اطلع. فقالت لي قلت لي عمي انا ما اقدر شو اسمه اشوف الجرح مالته وهاي ما اتحمل اشوف مرضى الحروب. يعني هي بنيه صريحه انه يعني مستحيل اتحمل هذا الشيء. فانت تبدي تحس نفسك كلينيكال اور نوت وراح تمشي باتجاه انه انا سيرجيكال اور ميديكال مايندد، وراح تبدي طبعا وبالنهايه خليك دائما رجلك على ارض الواقع معدلك لحد. عاشت إيديك دكتور عمر. طبعا شنو دكتور عمر is biased okay biased to surgery ودائما يقعد يحكي على المهم. بما أن الدكتور عمر حران موجود ويانا so just to add on what دكتور عمر النقيبة said هالشي كلش مهم الطلاب يحسون به إنه هو خلال السنوات مال الدراسة مالته ما يعرف هو شنو الاختصاص اللي يريده وممكن يتعدى هذه المرحلة مثل اللي شافهم دكتور عمر النقيب إنه يوصلون residency وهم بعدهم هم داخلين is this a specialty that I will continue my life with. فبالجامعات يسوون أكو شيء اسمه career pathway ويسوون advice للطلاب وsessions طبعا هي الجوب مع medical education بالتعاون مع المستشفى اللي هي خاصة بالكلية يفهموهم على كل specialty يختارون role models on each specialty ويقدموهم للطلاب يحجوهم عن الاختصاص عن real life behind هذا الاختصاص وشنو الadvantages والdisadvantages اللي راح تحصلوها حتى هم يصير يكونون insightful على الموضوع. مو كل الناس عندهم هذه الملكة مال learning by exposure انه يلاحظون المدرسين مالتهم ويلاحظون الدكاترة ومن خلالهم راح يفتهمون. مو كل الناس تتعلم بهذه الطريقة. فشو رأيك دكتور بانه يكون عندكم برنامج خاص بالتعليم الطبي عن career development للطلاب بالمرحلة الاندرغراجويت؟ دكتور عمر حران. صراحة دكتورة يعني عاشتي ذي شو مقترح جدا رائع، بس مثل ما تعرفين احنا كلية الطب جامعة العين هي اول سنة صراحة احنا يعني احنا جدد على التعليم الطبي وطلابنا جدد والكل جديد على خطأ، بس كلش اتفق وياش لانه انا اصلا درست كلية الطب جامعة نيوكاسل تعرفين التب بريطانيا وهذا الشيء موجود حتى بعض الاحيان يسوون كارير كلينيك يعني يساعدون الطالب من اول مرحلة يجيهم يعني مثل ما قلت شيء من الباب الان يوصل عين بدائرة معينة من هو طالب أول ما يدخل الكلية الآن يتخرج يساعده بصناعة السي في بكتابة السي في بنصحه بتجارب أو مثلاً ووركشوبس أو دورات الأمور طورة الامتحانات أكيد جداً اتفقوا ياك إن شاء الله وهاي من الأمور اللي راح نضمنها إن شاء الله في برنامج كلية طب جامعة العين إن شاء الله ومن الأمور اللي راح تشوفون إنه عندنا فد بروجرس بها إن شاء الله إن شاء الله. So just to be mindful of the time, everyone we have only 10 minutes left. So راح نأخذ دكتور محمد سلطان. Sorry for keeping you waiting. Dr. Muhammad, please go ahead. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Omar. Omar Mayin. Tafadhal ayni asma'i. Assalamu alaikum Dr. Omar. Wa alaikum assalam. طبعا برصه سعيد اني اسال وياك لان دائما اسال وياك على الانستغرام مرات تريد مرات تريد يعني انا ادري كنت بيزي كل شيء وانا ابن الفان مالتك يعني تابعك بتابع الستوريات الله يوفقك دكتور. انا عندي سؤال هو اكثر من سؤال بس راح اختصر بسؤال واحد وتجاوبني عليه. سؤالي هو انه انت شلون قدرت على اسولف قصتي يعني تقريبا انا هسه حاليا قاعد ان بريبريشن لليو اس نال اكزام ويعني نير الاكزام اللي راح تفتح ان شاء الله وكلش انا يعني دايركتد الدايركشن مالته كله على اليو اس نال وأحل الأسئلة مع اليو وورد والكيو يعني هاي الكوشن بانك كلها الإنباس واليو وورد وتعرف بعد بيها فأنا كلش يعني أورينتد على هذا الشيء والدايركشن مالك على 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 اليو اس وعلى إنه هناك أكمل والماتش هناك وأكمل كلش فقاعد كلش أصير ديفيتد عن الكلية فابتعد عن الكلية كلش يعني مرات يعني أصير ممكن يعني مو مواقف ولا ما يعني أكو بعض الامتحانات يعني
ما حصل الدرجه المطلوبه، يعني انجح لكن يعني يعني مثل انا حل انا اسئله الكيس يعني يعني كيس سيناريو طويل يجيني واتش اوف ذا فلم بيكسل بالكليه اخطا بيه صراحه، وجزء تواجه هذا الشيء يعني فيعني مرات تتاثر علي نفسيا، بس يعني اقول هل هذا هو القرار الديسيجن مات الصحيح اللي دائم شيء فيه، وشون انت قدرت انه الكوردينيت هذا الشيء؟ صراحه احنا حتى نعطي وقت بقيه دائما الاولويه، انا بالنسبه لي دائما اقولها الاولويه للكليه، انت بالنهايه ريجاردلس انه ببالك تطلع او تكمل او تعادل بالخارج الاولويه لازم للكليه. ليش؟ لان انت بالنهايه المعدل مالتك في يوم ما ممكن راح تحتاجه، ممكن تبقى بالعراق فتحتاجه بالتوزيع، تحتاجه بالاختصاص، تحتاجه بمكان العمل، اوكي؟ فبالتالي دائما خلي اولويتك للكليه. اليو اس ام ال اي باي ذا واي اذا تبدي بيه من وقت ممكن يوميه ساعه ساعتين من وقتك بايام الدوام، وبالعطله تنطي وقتك مثلا بالعطله الصيفيه تقدر تكمل وتمشي. بس تسالني هسه الاولويه للدراسه مال الكليه ولا الاولويه للمعادل؟ لا طبعا اولويتك لكليتك، لازم انت تمشي امورك تطلع المعدل اللي يساعدك، لان انت ما تدري ليتر اون راح تكمل برا او لا، اوكي؟ فبالتالي تحاول شلون تسوي كوردينيشن انه قسم وقتك. هي التايم مانجمنت طبعا ما عندنا تايم نحكي عن تفاصيله، بس قضيه انه التايم مانجمنت انا اولويه للكليه اكمل اموري اوصل التارجت اللي حكينا عنه، انت ايش قد التارجت مالتك اللي تريده؟ هو اتس فاين الوقت الباقي انطيه لليو اس ام ال اي. بس هل تسالني انه اقدم اليو اس ام ال اي على الكليه؟ لا، الكليه هي الاولويه مالتك، اوكي؟ ناخذ سؤال بعد. دكتورة دلال بليز جست ا كابل اوف مينتس ليفت. السلام عليكم دكتور. I have two questions for you and for Dr. Omar. Thank you for nice presentation for today, for your meeting. دكتور أمني قبل شوية تكلمتي على أنه هو دكتور عمر بداية تكلم عليه وبعدين أنت تكلمت عليه أنه شلون الطالب حيختار هو اختصاصه، وأكو برامج اللي قلتي تحتها الكلية بالتعاون مع المستشفى. هاي حقيقة أنه أكو بعض الكليات يعني هسه ككليتنا كلية طب ذي قار بعد هي يعني ما صار عندنا بصوره كافيه، فهي تشوفها كلش يعني حلوه تتخلى الطالب يحدد الاختصاص اللي يريده. دكتور عمر تكلم عليه باكثر اشياء مساعه قبل شوي وضح عليها. وبعد دكتوره شغله انه اول الثلاث مراحل البيزك الاساسيه يكون الطالب اكثر شيء كدراسه مواد كبيزك مو ككلينيكال يروح المستشفى، وهذه فيصير شوي عليه ضغط انه انا دخلت كليه طب ما قاعد اشوف انا فتشي كلينيكال قاعد اجربه قدامي او كذا. فواحده من الشغلات اللي استغلتها اني انه خلال العطله للاول والثاني والثالث ان شاء الله انه اروح بالعطله للمستشفى اشوف الطوارئ او الرتخات الموجوده بيها واشوف الحالات والكيسات واشاركت او ما شاركت. لقيت بيها جاوبت كلش هواي وكانت يعني فتره كلش حلوه، حتى من اجيت للكليه من اريد اقرا ومثلا يصير عندي ستريس او ضغط مجرد انه فقط اروح وارجع راح اشوف نفسي يعني كلش جيده بهذه السالفه. فهاي يعني احس انه شغله جيده لكل طالب انه يسويها خلال مراحل البيزك الاساسيه اللي هي الاولى. صح، عاشت ايديش دكتوره دلال فيوتشر ليدر من هسه. طبعا شنو بالنسبه للموضوع انه الطلاب يكونون هيك فرستريتد من اول ثلاث سنوات؟ طبعا هو صحيح الاول ثلاث سنوات هي باعتبارنا انه احنا بعدنا في المراحل الفتيه للتغيير مال المناهج، فتشوفيها اغلبها هاي بلك اوف بيسك نوليدج. يعني هالشيء ما بتشوفينه بالمناهج اللي هي بالكليات اللي تغيرت مالتها طرق التعليم. أغلبهم قاعد يدخلون الكلينيكال، أغلبهم غيروا أصلاً يعني الانتجريشن صار problem based، أغلبهم صار communication based education. يعني هي أكو كل شهواية نماذج مال تعليم طرحت في سبيل أنه تقلل من هذه المشكلة وفي سبيل أنه تهيئ الطالب لهذه المرحلة. طبعا دكتوره دلال سوت في شيء احنا نسميه clinical shadowing، أنه أنت تيجي بالمستشفى تصير فقط شخص يباوع observer وياخذ notes وبعدين يرجع يسوي reflection ويتعلم من خلالها. طبعا هالشيء في بعض الكليات وهم موجودة في الكليات العراقية يكون من ضمن السيستم مالتهم، يعني هم مجبورين عندهم بالعطلة الصيفية وقت معين اللي هم الثالث على الرابع أو الرابع على الخامس يروحون يسوون هذا الشادوين، انه انت لازم تروح تشوف الهيلث سيستم مالتك شلون بالعراق. يعني انت تدرس ريسورسز مال اجانب بس شوف الهيلث سيستم مالتك شلون دا يمشي، شوف الانتراكشن مال التدريس الاطباء مع البيشنتس شلون دا يصير. ذا ترو
image of medicine يعني بالواقع مثل ما قبل شوية ذكرها دكتور عمر النقيب. فإن شاء الله يكون ضمن الخطط المستقبلية لكلية جامعة العين، أو بالإضافة إلى لكم يعني أتمنى أنت همين تنشرين هذه الفكرة، فكرة الكلينيكال شادوينج جدا مهمة. لكن طبعا هم ليش دائما يحطوها بالمراحل نهاية البيسك على بداية الكلينيكال؟ حتى يكون الطالب مهيئ، يعني يعرف شلون يسوي فيدباك، يعرف شلون يسوي ريفلكشن، يعرف شلون يتعلم باي اكسبوجر. يعني تخيلي ممكن أنا أودي طالب وهو ما يعرف هذه السكيلز، ما راح يفتهم شيء، مجرد راح يشوف ناس تعيط وناس تعاركوا هوسه وراح يرجع بالبيت كل شيء ما مفتهم، وصاحب يقول كل شيء ما استفادت، أنا ما أحب هذه التجربة. فإحنا نحاول بهذه أول 3 سنوات نعلم الطالب على السكيلز حتى نهيئه بعدين. دكتورة ريتاج، we only have 2 minutes, so yes, go ahead. دكتورة ريتاج, you're still muted. دكتور ريتاج إذا ما يشتغل الصوت يمكن تقدرين تكتبين بالشات. Okay, so I think we are wrapping up, right? دكتور زينب سأل إحنا عن دكتور زينب أسعد الصور. بس الطالبة مرحلة ثانية شلون ممكن أسوي كونكشن بالمستشفى إذا أريد خارج الدوام؟ يعني أنا ما أعرف وين داومين، بس إحنا أتليست مقيمين موجودين بالمستشفى. اوكي، حاول تعدي عن اوقات اللود واوقات الذروه مال الطوارئ او المستشفى او هيك. بس احنا عاده لما يجينا طالب ويقول اريد اشوف ابدا اتعلم، احنا كلش ويلكمينج صراحه. يعني يجي الطالب كلش، يعني انت غالبا روح تعلم من اي مقيم سعلي. طبعا الصور ممكن راح تسمعين جواب ما حلو من شخص منا، شخص منا موجود هذا الشيء، كلنا احنا اثناء ما كنا طلاب مرينا بهذا الشيء. يجي تقول له مثلا مرحله ثانيه ثالثه اولى وجاي كلينيكال، ايش تسوي؟ بس بالمقابل راح تلقيني هواي راح يرحبون بيك. اوكي، فبالتالي اذا انت مستشفى قريبه على دوامنا اي وقت تواصل وياي، او حتى تواصل ويا دكتوره امنيه او ويا دكتور مبارك ايا كان، وتعالوا ويانا. احنا بالنسبه لنا اي طالب يحب يجي ما عندنا اي اشكال، بس شنو لازم بالتنسيق، لان بالنهايه عدد معين انت تقدر تسيطر عليهم بالمستشفى لان هم المرضى وهاي. فما عندنا اي اشكال، اي طالب يريد يجي للمستشفى يشوف يتعلم من شنو، احنا اللي نقدر عليه راح نساعدكم كل سواء داخل شو اسمه داخل وقت الدوام الصبح او حتى اثناء خفاراتنا. ما راح نقول لاحد لا، فبالتالي ماكو اي اشكال. اي شخص يحب يتعلم من المستشفى يتواصل ويانا، وان شاء الله اذا مثلا دوامنا ما يفيد، مثلا حاليا دوام حروق، فبالتالي مرضى الحروق احنا كلش ليمتد، يعني نبقي وياهم مرافق واحد وما نخلي احد يدخل عليهم، لان يعني مشكله الانفكشن على التفاصيل. هم كلش راح تفيدكم كتعليم، بس احنا دوامي ما اقدر اقدم لكم تعليم، ممكن اتواصل ويا زملاء كطب طوارئ باطنيه جراح يساعدوكم. فكلش فاين، تواصلوا ويانا وما اكو اي اشكال، نساعدكم بالشيء اللي نقدر عليه. Thank you so much. Back to Dr. عمر حران. العفو دكتورة ما سمحتش. Then we'll thank you so much. Back to you. This is the wrap up time. Okay, thank you very much, Dr. Omnia. Thank you very much, Dr. Omar. طبعا شكرا جزيلا. Take home message صراحة، يعني personally for me، أنا أقول للطلاب إنه فقط إنه تتعرفتوا على دكتور عمر النقيب والدكتورة أمنية، هذه إضافة لكم إنه اكتسبتوا أنتوا شخصين هم من الميديكال فيلد، هم interested in the medical education، هم أشخاص ممكن يطوروكم. بالإضافة إلى دكتور مبارك، يعني دكتور مبارك عبد الله، وإحنا إن شاء الله كل إحنا نعمل من أجل إنه نطور طلابنا ونساعدهم بالشيء اللي نقدر له إن شاء الله. وشغلة أخيرة أو كلمة أخيرة أقولها، إن شاء الله في عطلات أخير السنة إحنا مسوين برامج هي من ضمنها الأكاديميك رايتنج، الكتابة الأكاديمية بالنسبة للطلاب، الكوميونيكيشن سكيلز إن شلون نطور يعني قابليات التواصل بالنسبة للطلاب، والمجال المهم والجديد اللي هو مجال Artificial Intelligence in Medical Education. هذا من الاختصاصات اللي أنا صراحة كلش interested with، يعني عندي فد ريسيرش في هذا المجال، أنا مشتغل في برمجة وبروغرامينج. يعني ممكن نخلي كمقدمة للأطباء اللي الأطباء المستقبل إن شاء الله، دكاترة المستقبل. Thank you very much Dr. Omnia. Thank you very much for everybody who attended this seminar. Once again to Dr. Omar, and hopefully we meet you soon in another meeting. Thank you. شكرا جزيلا. Thank you, most welcome, doctor. Thank you so much, Dr. شكرا لجميع الحضور طبعا. شكرا. Thank you. See you guys. Have a good night. Have a good night. Do it alone. Do it broke. Do it tired. Do it scared.
just do it.